تتعلق بقطاعاتها الداخلية والجماعات المحلية، العدالة المالية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الصناعة الصيدلانية، الإعلام السمعي البصري وقطاع الثقافة. ترأس أمس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن اجتماعا للحكومة عن طريقة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وطبقا لجدول الأعمال درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين معدين من طرف الوزيرين المكلفين بالمالية والطاقة والمناجم، بالإضافة إلى تقديم عرض من قبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة. الاجتماع استهل باستماع الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019 عده قطاع المالية، وذلك تحسبا لعرضه على مجلس الوزراء القادم. الوزير الأول شدد على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسير الراشد والأنفر للأموال العمومية من جهة أخرى، مذكرا بضرورة بلوغ هدف في تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز وشروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها. ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها وضمان المتابعة الفعالة لمطابقة المنشآت والمعدات واعتماد الخبرات المكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، حيث يهدف إلى إنجاز برامج المطابقة دون تخفيض المتطلبات في هذا المجال. وفي هذا الإطار أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز، مشددا على ضرورة الالتزام بالأجال المحددة لمطابقة المنشآت والتجهيزات البترولية. وفي الأخير استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ووسائل إنعاشها، حيث أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة أنها تمثل ما لا يقل عن 97% من إجمالي المؤسسات، وتوظف ما يزيد عن 56% من اليد العاملة. كما تم عرض الإصلاحات التي شرع فيها وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء المؤسسات المصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي. وعقب العرض أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات. صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار رئيس المجلس الدستوري كمال فنديش القاضي باستدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، وذلك يوم الخميس 14 أكتوبر 2021. وللتذكير فإن المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه، أما الأعضاء والستة الآخرون فينتخبون بالاقتراع من قبل أساتذة القانون الدستوري. تتواصل القوافل التضامنية عبر الوطن، حيث انطلقت أمس قافلة مكونة من 6 شاحنات محملة بكل المستلزمات الضرورية لفائدة ولايتي بجاية وسكيكدا جراء الحرائق الأخيرة. الهبة التضامنية هذه تمت بمقر وزارة المجاهدين وبالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. والهبات التضامنية أيضا تصل تباعا إلى ولاية سكيكدا من مختلف ولايات الوطن لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة، حيث تسهر عدة جمعيات ومتطوعون الشباب على هذا المسعى التضامني لإيصال المساعدات وتوزيعها على مستحقيها، فالكل
يقف بتجند وبعزيمة قوية لتقديم يد العون للعائلات المتضررة ومواساتها لتجاوز هذه المحنة الصعبة. وأسمى معاني التآزر والتكافل، الجمعيات الخيرية تكثف من العمل الإنساني في التكفل بعائلات ضحايا الحرائق المتواجدين بمستشفى الدويرة. كاين عائلة غادرت وتصلوا البارح، تصلوا باش يعاودوا يجوا. البارح تصلوا بنا باش يعاودوا باش تجهزوا لهم اليوم المكان. هي أجمل صور التضامن والتكافل بين الجزائريين حينما يحولون المحنة إلى منحة في مبادرة إنسانية لتكتل عدة جمعيات. هذا المركز راه مسخر لاستقبال عائلات ضحايا حرائق الغابات الأخيرة، وفي نفس الوقت عندنا ثلاث شقق موازية مجهزة وسكن من طابقين كذلك مجهز لاستقبال العائلات، يعني في حال ما إذا كان العمل العدد كبير جدا نقدروا نستقبلوا كامل العائلات اللي تجي تزور المرضى تاعهم، نتكفلوا بهم من ناحيه الاطعام، الايواء، حتى الدواء اللي يحتاجوا الدواء. الجمعيه اللي فتحت لنا الابواب تاعها وخلتنا نديروا تكتل الجمعيات. احنا هاد الاربع جمعيات اللي اجتمعنا فور وقوع المصيبه تاع الحرائق، عندنا عائلات من منطقه تيزي وزو، وعندنا عائله مشلف، عندنا عائلة من تقرت، مركز استثنائي درناه. إن شاء الله في قادم الأيام راح يكون مركز دائم في البلدية تاع دويرة. جينا من تقرت من الصحراء، جينا هنا الدزاير السبيطار تاع الدويرة، خو الزوج تاعي محروق. النهار الأول كي جينا ما على بالناش وين نبات وين نقعدوا، جينا لهنا الجمعية سكلفوا بينا في ناحية الإطعام في ناحية المبيت، بارك الله فيهم، مبادرة خيرية الله يبارك. هنا يتم جمع الإعانات من أدوية أغطية وألبسة لتوزيعها على مستحقيها، أما تحضير وجبات الإفطار من قبل المحسنين ليقوم بعدها الفريق بتوصيلها إلى مستشفى الدويرة المتخصص في الحروق. هي إذن مبادرة إنسانية تعكس روح التآزر بين أفراد المجتمع الواحد. وفي إطار جهود الدولة للتكفل التام بكافة المتضررين من الحرائق، تواصل مختلف المصالح التقنية المتخصصة بدائرتي الوادية بولاية تيزي وزو جرد وإحصاء المتضررين. المتابعة لأحمد خير الدين. جرد الخسائر وإحصاء المتضررين من الحرائق الأخيرة التي شهدتها ولاية تيزي وزو متواصل عبر الخرجات الميدانية التي تشرف عليها المصالح المختصة بزيارة مختلف القرى والبلديات المتضررة، وذلك من أجل الوقوف على حجم الخسائر التي خلفتها ألسنة اللهب. تقندور أي تقندور تجد فما في زهوري الكل الكلش كم قارة ويش ويش قذور ويش شتاو ويش مكية ويش طردي ويش هذا كل شيء خاص اللي حبه كل شيء خاص ما يهدو خامك شو مزاي لما يصير نعدد مرس ثقتي سلت مرات الدنادي نعدد ولا انت مزورة وقدني شقان سيتي زي وزو نعدد نكوني صحاب الأميري وكلي باش نحس في دشا شو كمي لاقن أكون يا ونارقو أكون يا ونارقو إذا يجي إن شاء الله. هنايا البلدية جاو وراك شوف شوف دايرة معانا، جاو لي موان اللي عندهم كاع عطاونا، دوك تشوف الديار هذوما هنايا الفوق اللي طاحوا كاين خمسة ولا ستة هنايا برك في الجهة هذا، وكاين في الجهة لتحت كاين واقيلا جوج، مول مورمون كاين جوج، وكاين الفوق دوك الحمد لله ربي نشكروه مع السلطات تاعنا هنا تاع دائرة الوضعية الحمد لله ربي توجور كونتاكت معنا. هنا في قرية تاجمون تجديدة ببلدية واضية تضررت العديد من البيوت والأفراد جراء الحرائق الأخيرة، فيما أتت النيران على أزيد من 2000 هكتار من العقار الفلاحي حسب ما أكده المكلفون بعملياتي الجرد والإحصاء. رانا نديرو إحصائيات للزانسوندي اللي صراو أو نيفو دلا دايرة، هنا كومونسي باغ أيت عبد المومن، الشرفة، إيغلي مولا، وادي فيلاج، إتاكموت الجديد. جوسكا جودي أون أفي 613 فيش، أون أغوسونسي 613 أغريكولتور. حيثما يممت وجهك شاهدت حجم الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرائق الأخيرة، لكن بالمقابل من هذا تواصل المصالح المختصة جرد الخسائر وإحصاء المتضررين لتعيد الروح إلى هذه الأرض
التي عليها ما يستحق الحياة. من أعالي جبال وضية بولاية تيزي وزو، أحمد خير الدين، التلفزيون الجزائري. وفي غمرة الاحتفالات باليوم الوطني للمجاهد، تم بولاية سيدي بلعباس توزيع أزيد من 2300 وحدة سكنية جديدة بصيغة العمومية الإجارية على مستحقيها. عملية توزيع السكنات لقيت استحسان المواطنين، وستليها دفعات سكنية أخرى قبل نهاية العام الجاري. 2002، والحمد لله ربي فرج علينا وفرج على كل مؤمن بعد معاناة طويلة. رب العالمين راه فرج علينا والحمد لله. استنينا بزاف وطالع علينا الحال والحمد لله، دروك راه مفرحونا. وبولاية جيجل تم ربط أزيد من 1500 مسكن بالغاز الطبيعي، فضلا عن تسليم مفاتيح 20 مسكنا بصيغة الترقوي المدعم، بالإضافة إلى الاستفادة من إعانات في إطار سكن الريفي. هذه المشاريع وغيرها تدخل في إطار مجهودات الدولة الرامية إلى توفير حياة كريمة للمواطن والرفع من مستوى معيشة ساكنة المناطق الريفية. بعد معاناة طويلة الحمد لله وفقنا ربي على كل حال، استفدنا من ساكن في إطار الترقوي المدعم. استفدت من ساكن الريفي في إطار برنامج الساكن الريفي الخاص بدائرة العنصر بلدي الجمعة بن حبيبي والحمد لله. تدعمت المدينة الجديدة سيدي عبد الله بقطب جامعي جديد يضم المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي والمدرسة العليا للرياضيات التي أقرهما رئيس الجمهورية. تفاصيل أوفى مع فوزية تاش. قطب جامعي جديد يضم 6000 مقعد بيداغوجي يتعزز به قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، منها 2000 مقعد بيداغوجي للمدرسة العليا للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي التي أقرهما رئيس الجمهورية. عندنا برنامج خارج سيدي عبد الله و 4000 مقعد بيداغوجي بكلية بوزريعة و 1000 مقعد بيداغوجي بكلية الدلي إبراهيم، ما يعطينا تقريبا 11000 مقعد بيداغوجي راح نسلمها في الدخول الجامعي سبتمبر ان شاء الله. وما يعني السره يعني ورشات للايواء الطلبه بباب زوار ايضا ب 750 سرير. وتيره الانجاز بهذا القطب الجامعي شارفت على الانتهاء ليكون جاهزا مع هذا الدخول الجامعي الجديد، حيث تم ربطه بكل الشبكات والخدمات الضروريه واللازمه. 6000 مقعد بيداغوجي حيث نسبة الأشغال تفوق اليوم 95%. نحن اليوم في إطار التنظيف والربط بالشبكات وعملية التجارب بالضوء أو الكهرباء أو الغاز أو الماء. زيادة على الجانب البيداغوجي يرتقب تسليم 6000 سرير للإيواء من المشروع الكامل الذي يحتوي على 11000 سرير. هذا ال 6000 نسبة الأشغال تفوق هي كذلك 95%. هذا الصرح العلمي جاء بتخصصات ترافق الرؤية الجديدة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على المهن التي يتطلبها الاقتصاد الوطني. وفي تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد الآن، تم تسجيل 515 إصابة جديدة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 486 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. ولتكفل صحي أمثل بالمصابين بالكوفيد، تدعم القطاع بولاية البيض بمكثفات للأكسجين. المراسلة لمصطفى دحاوي. لتغطية النقص في مادة الأكسجين الذي يتزايد عليها الطلب على المستوى الوطني، القطاع الصحي بولاية البيض يتدعم بمكثفات الأكسجين لفائدة مرضى كوفيد-19، وهي حصاصة تمكننا من التكفل والتحكم أكثر في تسيير مادة الأكسجين على مستوى لا سيما المؤسسات العمومية الاستشفائية المخصصة لاستقبال مرضى كوفيد-19. هذه الحصة أظن ستكون هي الحصة الأولى، وسيتم تدعيم هذه المؤسسات إن شاء الله في الأيام المقبلة إن شاء الله، سواء من طرف الوزارة أو من طرف
فئات أخرى في هذه الصدد للتكفل أكثر وأمثل. ولاية البيض استفادت من وزارة الصحة ووزارة الصحة 20 مكثف الأكسجين، هذا شيء مليح راح يدعمنا في التكفل بالمرضى على مستوى المستشفيات. تزويد مستشفيات الولاية بمكثفات الأكسجين كان بمثابة تعويض النقص التي تشهده هذه المادة. المؤسسة نتاعنا بالأبيض الشيخ لقد استفادت من 5 مكثفات الأكسجين، ونعلم بلي هذه المكثفات تعاوننا مليح في هذا الظرف الحالي هذه. وهذه المولدات تاع الأكسجين زيادة على هذا الشيء، يعني غادي تنفعنا وتنفع المريض، وإن شاء الله نتغلب على هذا المرض في أقرب وقت إن شاء الله. وتبقى جهود الدولة مستمرة لتحسين الوضع الصحي ومجابهة الوباء بكل الإمكانات. دوليا الآن، وفي أشانيا الصحراوي، شن مقاتلو جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة مركزة استهدفوا من خلالها تخندقات جنود الاحتلال المغربي بقطاعات الكلدة والحوسة والمحبس حسب البلاغ العسكري رقم 283 الصادر أمس عن وزارة الدفاعية الصحراوية. وبخصوص التصريحات الأخيرة التي تم التعبير عنها مؤخرا من قبل نظام المخزن حول دعم المغرب المزعوم للإبقاء على أنبوب الغاز الرابط بين المغرب العربي وأوروبا، أكد خبراء في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عبر مسؤول مغربي رفيع المستوى أنها عبارة عن أكاذيب محضة يشاطرها العاهل المغربي. وأضاف الخبراء أن المغرب يدلي بتصريحين كاذبين آخرين حتى وإن لم تكن هذه أولى أكاذيبه من خلال الخوض في الميدان الاقتصادي عموما والغاز خصوصا، والتي يبدو أنه يجهلها، مؤكدين على سيادة واستقلالية قرارات الجزائر وأنها لا زالت لم تقرر التمديد عقب انتهاء العقد الذي يؤطر اقتصادها في أكتوبر 2021. وبالمغرب دائما يعتزم الأساتذة المتعاقدون شن حركة احتجاجية مع بداية الدخول المدرسي شهر سبتمبر الداخل، موازاة مع انطلاق محاكمة 33 من زملائهم، حيث نقلت تقارير إعلامية محلية عن المنسقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بجهة السوس ماسا نزهة مجدي أن التنسيقية تستعد لتصدير برنامج احتجاجي سيتزامن مع جلستي المحاكمة يوم 16 و23 سبتمبر القادم. نمر الآن إلى شأن الفلسطيني، حيث أصيب 17 فلسطينيا بجروح مختلفة من بينهم في حالة حرجة، إلى جانب العشرات من حالات الاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس مسيرة سلمية شرق غزة المحتلة. وبمناسبة الذكرى 52 على حادثة إحراق المسجد الأقصى المبارك، نددت الخارجية الفلسطينية بالمخطط التهويدي الذي يحاول الكيان الصهيوني تحقيقه. دعت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى حل دولي لمشكلة اللاجئين الأفغان قبل انعقاد قمة المجموعة السابعة عبر تقنية التحاضر عن بعد بشأن الوضع في أفغانستان. وأمام الفوضى العارمة التي يشهدها مطار كابول من خلال عملية إجلاء، أعلن الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن ضمان النتيجة النهائية لعملية الإجلاء، واصفا إياها بواحدة من العمليات الأصعب في التاريخ. هذا وتعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم جلسة استثنائية في جدة بالمملكة العربية السعودية لمناقشة الوضع في أفغانستان. نعود إلى أخبار الوطن لنتجه إلى أخبار الرياضة، حيث توج أمس شباب الوزداد بلقب البطولة المحترفة الأولى لكرة القدم لموسم 2021 عقب فوزه أمام مضيفه اتحاد الجزائر لحساب الجولة 37 من المنافسة المحلية، محققا بذلك اللقب الثامن في تاريخه والثاني على التوالي. ألف مبروك للسيغبي. وفي الرياضة العسكرية، تنطلق اليوم مركز تجمع وتحديد
محضري الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون بالعاصمة تنطلق أقول فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينو التقنية الصديقة الوفي 2021 إلى غاية 30 أوت الجاري. هذا وستعرف المسابقة مشاركة 4 منتخبات عسكرية وهي منتخب روسيا الفيدرالية بيلاروسيا أوربكستان والفيتنام إلى جانب المنتخب الوطني العسكري الجزائري. فحظ موفق لمنتخبنا الوطني العسكري. ورياضة دائما، تدريبات الفريق العسكري الجزائري ذكور وإناث تحضيرا للمسابقة العسكرية الدولية السينو التقنية الصديق الوفي 2021 والتي تحضنها الجزائر في الفترة من 22 أوت الجاري إلى 30 من الشهر نفسه بمشاركة دول أجنبية على غرار روسيا بيلاروسيا وأوزبكستان والفيتنام. وكما راكم تشوفوا التحضيرات راهي على قدم وساق. القياده العليا وفرت كل الامكانيات وكل الظروف. ان شاء الله التعب تاعنا ما يروحش خساره، وان شاء الله نطلعوا الاعلام فيكتوار ان شاء الله. ان شاء الله في نحققوا نتائج مليحه، وبعون القياده العليا ووفرت لنا امكانيات باش نقدموا الافضل، وان شاء الله يكون فيها نتيجه. قمنا اليوم بتحضيرات المسابقه السينو التقنيه الدوليه التي ستجرى وقائعها في بلادنا الجزائر، وان شاء الله تعبنا ما يروحش هباء منثورا، ونحقق نتائج مشرفه للجزائر. حظ موفق. ونختم النشرة من حديقة للحيوانات بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث أقيم حفل بمناسبة عيد ميلادي الأول لشبلي البوندا. الاحتفال شهد تقديم قالب حلوى كبير للبوندا الصغير وأمه وتوزيع حلوى الآيس كريم على زوار الحديقة المشاركين في الحفل. عيد ميلاد سعيد للبوندا الصغير. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء. تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل التقني والتحرير، أطيب المنى وليلة هادئة.